أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أنا اسمي فارس أبو فرحة وبحب أني أدعوكم شخصياً لحضور مؤتمر الجيل التالي Next Gen Conference من أكتوبر 5 إلى أكتوبر 8 2017. الجيل التالي هو مستقبل الكنيسة. رؤية مؤتمرنا أنه نشوف شباب وصبايا عم يعيشوا حياة مسيحية، عم تحدث تغيير في عائلاتنا، في كنائسنا، في مجتمعاتنا، ونشوف جيل على قلبه يخدم في ملكوت الله ويزرع بذور الرجاء في العالم المتألم اللي عايشين فيه. رح يكون تركيزنا هذه السنة تحديداً على عمل الله في الشرق الأوسط وكيف نحن منقدر نكون سبب بركة ودعم روحي لأهالينا وإخوتنا للكنيسة في بلادنا العربية العزيزة. ضيوف مؤتمرنا في أكتوبر: دكتور ماهر صموئيل، تشيب إنجرام، نزار شاهين، كاتيا سلامة، ألين جورج، وفي التسبيح تمار زنانيري. بشجع كمان كنائسنا العربية إنه يدعموا ويرسلوا الشباب يلي بالعشرينات والثلاثينات إنه يحضروا معنا المؤتمر ويكون إلهم دور أساسي في حياة الكنيسة المحلية. حتى تحصلوا على كل المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت nextgenconference.org. بالنيابة عن فريق الجيل التالي، بحب إني أشكر بصورة خاصة قناة الكرمة على مشاركتها معنا في هذه الخدمة، وبصلي حتى الله يبارك كل عملها في كل مكان. دايماً اتذكر إنه أنت الجيل التالي. منشوفكم بالمؤتمر.